بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الآخر، وللحقيقة وجه آخر. في مستهل الحديث أو بادئ ذي بدء، أحب بس أن أنا يعني أزف البشرة إلى أهالي قارة الزوك الغربية، مركز المنشأة محافظة سوهاج. بعد طول انتظار سوف يبدأ العمل بالوحدة الصحية الأسبوع القادم بقارة الزوك الغربية، بعد مجهود شاق بذله السيد المحافظ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والنائب المحترم والحر اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بسوهاج، والأستاذ مالك أحمد بداري منسق العلاقات الخارجية للبرنامج ودور الإعلامي، الأستاذ أحمد عبادة برنامج الأصل الصعيدي، بعد طرح الموضوع من خلال برنامجه على المسؤولين واستجابة السادة المسؤولين. أيضا في مستهل الحديث أو بادئ ذي بدء، موضوع حلقة اليوم هيكون عن الانتخابات والمشهد السياسي في مصر في برلمان 2020. الحقيقة برلمان 2020 كان ما بين مؤيد ومعارض، ما بين الإبقاء والإلغاء، صراع عرقي وعائلي خاصة في صعيد مصر وفي أرياف المحافظات والمدن. المشهد السياسي يكاد يكون على وشك الانتهاء من خلال طبعا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. طبعا المرحلة الأولى طبعا 24 و25 في الداخل، والمصريين المقيمين في الخارج 21 و22 و23. لكن الملفت في نظري ان مستقلين في وجود تزاحم وتزاحك ما بين نواب حاليين، وصراع ما بين النائب الحالي وما بين المستقل. لكن نرى ان فكرة الاصلاح السياسي في مصر لابد ان تتغير بالفكر السياسي النزيه والحر، ان احنا كشعب مصر مصري مسلمين اقباط شباب مرأة رجال، لابد ان نتصدر المشهد السياسي، لابد ان يكون لنا الكلمة، لابد ان نقف خلف قيادتنا السياسية والحكيمة في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير العائلة المصرية والراعي الاول للديمقراطية في مصر. لكن فكرة وجود المال السياسي، يعني انا عايز اتطرق للفكرة ديت، ما اعتقدش ان ممكن يكون فكر للمال السياسي في الانتخابات القادمة. ليه؟ تشوف اقوال كثيرة في الشارع المصري يقول لك ده مرشح مثلا القايمة الفلانية ومرشح الحزب الفلاني ومرشح الدولة. فيش حاجة اسمها مرشح الدولة. المستقل ومرشح الحزب هو مرشح الدولة. لان في الاخر وفي النهاية هيكون في البرلمان، ده هيكون ليه دور تشريعي ورقابي ودور خدمي، وده ليه دور رقابي وتشريعي ودور خدمي. في مستهل الحديث برضو ايضا، اسمحوا لي ان انا ارحب طبعا بضيوف الكرام، ورحب طبعا بالقيمه والقامه في القانون استاذ فلسفه القانون بكليه الحقوق معاون رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هشام فهمي. انا سند اهلا وسهلا بك استاذ. كما ارحب بالنائب المنتظر ومرشح مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالاسكندريه الاستاذ محمد احمد السعداوي. اهلا وسهلا فندم. اول سؤال عايز اطرحه على الدكتور هشام فهمي، حضرتك كتبت عن الاصلاحات التشريعيه، من خلال كتابتك ومقالاتك في الاصلاحات التشريعيه اهم المهام التشريعيه والرقابيه لمجلس النواب القادم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه كل التحيه ليك وكل التحيه طبعا يعني لسعاده المرشح الجميل ان شاء الله يعني يبقى النائب القادم. شكرا. الله يكرمك. خليني اقول طبعا ان مجلس النواب اللي هو حاليا دلوقتي بيتم طبعا الاعداد للانتخابات ليه، هذه المؤسسه التشريعيه هي من احد ركائز الدوله المصريه، وإصرار الدولة المصرية أن الانتخابات تتم في ميعادها طبقا للنص الدستوري اللي احنا عارفينه، أن الانتخابات تتم قبل انتهاء المجلس الحالي بـ60 يوم. هذا الإصرار
على قدر ما كان في بعض الاشخاص كانوا بيقولوا احنا يعني ليه مستعجلين، احنا داخلين من جائحه كورونا، الوضع الاقليمي، الكلام ده كله تمام، لكن انا من مؤيدين ان الدوله تصر على ان مؤسساتها تكون مكتمله، وان ما يحدثش فراغ مهما حصل، لان هذا الموضوع من الاهميه بمكان بالنسبه للدوله المصريه في الداخل او في الخارج. مجلس النواب اللي احنا بصدده الان، خلينا اقول ان القانون خلى العدد اللي فات هو اللي هم ال 568 نائب. لكن القانون لما جه يقسم تقسيم الدوائر، او لما جه ياخذ بالنظام الانتخابي، اخذ بالنظام الانتخابي الفردي والقائمه، وهذه الاستهلاله سريعه عشان برضو المواطن يبقى عارف. فاحنا عندنا نص النواب هيجوا بالقائمه ونص النواب هيجوا بالفردي. تم تقسيم الانتخابات لمرحلتين، مرحله اولى هتجري. طيب انا عايز استاذن الدكتور هشام بس وهنكمل الحديث. اتصال هاتفي يا الدكتور هشام بيومي، استاذ جامعي ومرشح القائمه الوطنيه من اجل مصر. اتفضلي يا دكتوره. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. دكتوره جان، احنا عندنا طبعا في الاستوديو في الحلقه معانا الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء الاسبق، والنائب المنتظر الاستاذ محمد احمد السعداوي، مرشح مستقل مجلس نواب الاسكندريه. تصور حضرتك للمشهد السياسي القادم في نواب 2020، اتفضلي يا دكتوره. اولا برحب بالساده الموجودين والساده الضيوف والمشاهدين. ايوه الو. ايوه يا فندم معاكي، اتفضلي يا دكتور. معلش بس في حد بيدخل في الخط. عموما ان شاء الله بالنسبه للمشهد السياسي اللي حضرتك بتسال عليه الفتره القادمه، انا اتوقع في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الاختيارات اللي هي موجوده بالفعل اللي انا شاهدتها في مجلس الشيوخ، بالفعل بتنم على ان المشهد السياسي بيختلف، في اراء واضحه، في تنوع، في عناصر مميزه دخلت المجلس الشيوخ، وبالفعل حتى اختيار القائمه الوطنيه والشخصيات اللي موجوده فيها شخصيات يعني على مستوى عالي جدا، بينم على ان احنا فعلا سنشهد مشهد سياسي مختلف الفتره القادمه. ان شاء الله هيناقش كافه قضايا المجتمع، ان شاء الله هيبقى تمثيل المراه مشرف كما وعدنا سياده الرئيس. فالمرحله القادمه سنتكاتف جميعا ان شاء الله وفي خلف القياده السياسيه باذن الله. طيب اشكر الدكتوره جهان بيومي، استاذ جامعي ومرشح القائمه الوطنيه من اجل مصر، واعود الى ضيوف الكرام. نستكمل مع الدكتور هشام ثم نعود الى النائب المنتظر محمد السعداوي. فطبعا المرحله الاولى هتتم في محافظات الصعيد، ودول 11 محافظه بالاضافه لمحافظات الشمال. انا بس عايز اركز واقول للمواطن خلي بالك من عدد الاختيار اللي بيبقى عندك، لان في بعض المدن او بعض الدوائر بيتم يكون الاختيار فيها الواحد بالنسبه للفردي، في بعض الدوائر بيتم الاختيار فيها الاثنين والثلاثه والاربعه، فدي من الحاجات المهمه جدا، لان انا يعني تصعب عليا نفسي لما يبقى مواطن رايح من بيته عشان خاطر يدلب صوته في الاخر صوته يطلع باطل، ولذلك انت ركز في الدايره بتاعتك، هل الدايره بتاعتك بيتم الاختيار منها العدد المطلوب للاختيار، هل هو اختيار واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. ثم خلاص بقت الثابته دلوقتي اللي هو القايمه، ان انت بيكون في قايمتين، في ورقه فيها قايمتين، ورقه فيها العدد المرشحين الفردي. الورقه بتاعت القايمتين حضرتك تختار قايمه واحده بس فقط، لان زي ما بقول يمكن الوعي السياسي هو مطلوب في الوقت الحالي عشان خاطر المجهود اللي بيعملوه المرشحين عشان الناس تروح تنتخب، هذا المجهود لا يذهب سوداء. تمام، ارجع هنسميه عريس من عرس الديمقراطيه القادم النائب المنتظر الاستاذ محمد احمد السعداوي. الهدف من ترشحي في حلقة مفقودة. أولا قبل ما أقول الهدف من ترشحي والحلقة وأتكلم، أحب أتقدم برقية تهنئة للسيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوتنا المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة انتصار أكتوبر. الهدف من ترشحي في حلقة مفقودة بين الشعب وبين الدولة. الحلقة دي اللي هي نائب الشعب، في حاجة اسمه نائب الشعب مش عضو مجلس نواب. أنا في حالة فوزي إن شاء الله بإذن الله وعندي طموح ما اسميش عضو مجلس نواب، اسمي نائب عن الشعب، مش نائب عن المنتزه أو اسكندرية،
اي محافظه في مصر، انا بوصل المعاناه بتاعته. عنده مشكله انا احلها، ما اعملش حشد. انا ممكن اعمل حشد عشان اعمل مؤتمر، اعمل حشد عشان اعمل مؤتمر، حشد مدفوع الاجر والناس شايفه 4000 4000 مواطن اقول لك شفت المؤتمر اللي كسر الدنيا النهارده. المؤتمر اللي كسر الدنيا حشد مدفوع. طب انزل الشارع تقدرش. انا مسميني نائب الغلابه، مرشح الشارع. انا بنزل الشارع الناس بتنادي على اسم انا ما اعرفهاش، اكس من الناس، انا ما اعرفش حد، ما اعرفش هو مين، اي مسمى. ما يقدرش ينزل الشارع. من السابقين. الفرق اللي بينه وبينه بس انا اسمي مرشح، هو اسمه نائب ومرشح، يعني معاه الحصانه كمان، يعني واخد حصانه هو مرشح. الفرق اللي بين، انا مش فاهم الدوله عملتها ازاي دي. حاجه بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. هنجاوب عليه. ماشي. ينزل الشارع لما تحصل مشكله. المشكله اللي حصلت قبل كده، في مشكله حصلت في الشارع قبل كده والدنيا هاجت، وعيل زي محمد علي ملوش اي 30 لازمه اتكلم، انا اسف في اللفظ، قال لك محمد علي انزل هدي الناس، انا انزل اهديهم. ايه المشكله؟ اشرح له انا عندي قانون وحصل 1 2 3. طب انا هرجع للدوله وههدي البلد. اللي يهدي البلد نائب الشعب. حقيقي نائب الشعب، ما تحطش الشرطه في وش الناس. حقيقي نائب الشعب. عندي مشاكل كتير، مجموعه مشاكل، مجموعه المشاكل انا حليت كميه مشاكل في 47 يوم بالجهود الذاتيه. انا مش بدي الناس فلوس، انا بنزل الشارع بقول له انا جيبي متخيط بس بحل مشاكل. قابلتني واحده قالت لي انا عايزه ادفع فلوس بتاعه الدراسه بتاعت ولادي، انا معايا 3 ولاد وادفع المدارس، يا اجيب اللبس يدفع فلوس المدرسه. قلت لها عايزه ايه؟ تاخدي معاش؟ قالت لا. قلت لها تاخدي معاش كرامه؟ قالت لا. قلت لها طب انا هشيل المدرسه وانت شيلي اللبس؟ قالت لي موافقه. قلت لها خلاص الدوله متكفله، اللي بياخد معاش تكافل وكرامه اعفاء من الدراسه مصاريف الدراسه. حد فهمك الكلام ده؟ قالت لي ما اعرفش. انا نزلت منطقه ابو قير، ممكن هطول عليكم شويه انا. لا اتفضل. نزلت منطقه ابو قير، ناس تحت خط الفقر، يعني الفقر ده شويه. نزلت بنفسي شفت الكلام ده في مسلسل برازيلي. تمام. العشش دي الناس مش لاقيه تاكل وبيشتموا في البلد. قلت لهم لا، البلد كويسه، بلدنا كويسه. طب انت شايفنا؟ اه شايفكوا. انت اللي اخترت، انت اللي اخترت. والله اي حد ينزل للناس دي يقولوا له يا بيه، اي واحد نزل ببدله بقول له يا بيه اخترت. طب نعمل ايه؟ الخمس سنين تمنهم بون او كرتونه. انا يعني انا ما بعرفش اسكت. تمام. اللي انا بشوفه بقوله. تمام. اللي انا سمعته من المواطن هقوله. تمام. لو انا ما قلتش يبقى ما جيش هنا. تمام. لو انا ما قلتش ما جيش هنا او ما ترشحش. تمام. انا اوصل المعاناه بتاعت المواطن واحلها له. تمام. اللي ما تتحلش في يوم تتحل في يومين، اللي ما تتحلش في يومين تتحل في خمسه، بس تتحل. وانزل له تاني اقول له انا حليت لك. انا مش هتعامل مع مواطن على الانترنت وعلى التواصل الاجتماعي بتأشيرات. تمام. ورق ممضي وكل واحد جايب خط. ودلوقتي الفترة اللي فاتت شفنا تراشق بين النواب بينهم وبين بعض. مش ده احنا مرشحين حاليا ومفيش تراشق. النواب بينهم وبين بعض كل واحد جايب تأشيرة تأشيرة انه عمل عمود كهرباء. وبيضربوا بعض على الشباب الفلاني او الوحدة الصحية الفلانية. انا دخلت الوحدة الصحية بنفسي. انا عشان ابدا اترشح ولقب بنفس اللقب لازم انزل للناس دي كلها. رحت الوحده الصحيه قال لي ما عندناش حاجه، بالتحديد وحده المنظره. تمام. دخلت لهم ودخلت المدير قال لي احنا ما عندناش اي حاجه. دخلت المدارس، دخلت الشهر العقاري، رحت شركه المايه. تمام. ما سبتش مكان الا خبطت عليه اشوف الناس دي بتقف بتعمل ايه، ناسنا احنا بتقف بتعمل ايه. يعني انا ناسي اهلي، ما انا اهلي منهم. الناس دي بتقف بالطوابير ازاي؟ ما انا الحاله الماديه معايا كويسه.
تمام. بعمل في شركة مالتي فمرتاح، أسحب الفيزا بروح أحسن هايبر، معرفش حاجة على الكلام ده. فلما قرر الترشح لازم اشوف ناس، الناس عايشه ازاي، لازم تنزل على ارض الواقع، على الارض وترصد. فسميت نفسي قلت لهم انا نائب الشارع، انا بتاع الشارع. رحت منطقه تانية لقيت في قلب المدينه شوارع تراب، ايه في المعموره بقى لها 15 سنه على كده. طب ليه؟ قال لك التليفونات مقفوله، احنا بعد الترشيح التليفونات بتتقفل. طيب ماشي. نزلت دخلت جوه العزب، معاناة المعاناة تحسس. طب نوصل، الناس خايفة، الناس دي بتخوف الناس ازاي؟ انا مرشح الدولة واللي هيتكلم الامن، الامن ما انا بوصلهم الامن كويس، دولتنا كويسة، بس انتوا اللي بتختاروا غلط. ادخل دخلنا جوه، انا مسيبتش مكان، لو بلد فيها اربع بيوت بروحها. خبطت على الجامعة والكنيسة من بره، بس ممنوع، بقول لهم انا مرشح المسيحيين والمسلمين، انا مرشح الشعب. نزلت بلد اسمها الطرح، الطرح دي حاجه غريبه، كيمياء مقسومه، خط الوسطاني مقسومه علي ماهر ومقسومه اسكندريه، خط علي ماهر 90% منها اسكندريه، والمنطقه الثانيه 70% منها اسكندريه، والباقي بحيره. طب الخدمات ايه؟ نص ونص. طب الاتوبيس واقف فينا في الطبيب، طب ما يعديش من هنا ايه؟ كل الناس اللي فيه، كل الناس اللي في المنطقه التخمه سكانيه بينها وبين الاتوبيس 4 كيلو. يقول لك لا والله ممنوع يا فندم، انا على فكره جريت في الموضوع ده قبل كده. قال لك لازم تروح اللي هو فلان واللي هو فلان. وقفت، معيش كرسي، لازم فلان اللي يتحرك. الاتوبيس لازم يعدي ياخد الناس دي كلها، كل الناس دي مصالحها في المحافظه في اسكندريه. كليات اسكندريه، مدارس اسكندريه، شركات اسكندريه، العماله اللي شغال باليوميه في اسكندريه، الراجل اللي بيشيل الرمل واللي بيشيل زلط واللي بيشيل طوب، شغله اكل عيشه، بكل واحد دي اكل عيش، ربنا سبحانه وتعالى مقسم الارزاق. صحيح. فاحنا النهارده حل ايه الموضوع ده؟ يقول لك ده اصل دي اداريا بحيره، طب الكهرباء اسكندريه، طب التليفونات اسكندريه، ولما السنترال ولع جابوا من السنترال. المكان ده بينه وبين اسكندريه، بينه وبين البحر تنزل المايه كده 4 كيلو، بينه وبين كفر الدوار 23 كيلو. كفر الدوار مش فاهم ازاي، هو بحيره مش فاهم ازاي، يتحولوا الناس دي بحيره وتعيش كلها، يتحولوها اسكندريه منتزه تاني. طيب لا دي من الملفات المهمه. انا ممكن استاذ اسعد اكمل بس عشان ما انا هخليك تكمل دي. اخليك تكمل، ممكن تشوف البطاقه دي. ماشي. محمود محمد احمد السعداوي الاربع عزب حد 11 في ابو قير ثاني المنتزه الاسكندريه، الاربع عزب. اه البطاقه دي بحيره، الارض بحيره، والعنوان بحيره، وبقيه البيانات اسكندريه، كل البطاقه هناك كده. طب نعمله ايه للناس دي؟ مش لاقيين حل. مين يتدخل؟ مش لاقيين حل. انا وعدت الناس ان انا هتدخل، بس انا عندي وجهه نظر للموضوع وتصور وقلتها للناس. الموضوع ده عامل طيب. استاذ الضيوف الكرام، النائب والمرشح عند دائره المنتزه ابو العباس فرحات التركي، اتفضل يا معالي النائب. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ اسعد، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين، لكم مننا كل التحيه ولقناتكم المحترمه. طيب معالي النائب تحياتي ليك طبعا والضيوف. انا عايز اسال حضرتك سؤال، كيفيه الخلط في المجتمع المصري الدارج ما بين مرشح الحزب او ما بين المستقل، ان ده بيقول لك ده مرشح الدوله والمستقل مش مرشح الدوله. معايا استاذ ابو العباس؟ معايا معالي النائب؟ يا معالي النايب معايا ولا فين؟ معاك، في مشكلة في الصوت عن أستاذ أسعد. طب سامعني كده؟ سامعك. طيب كيفية خلط المواطن في المجتمع ما بين إن مرشح الحزب هو مرشح الدولة والمستقل ليس مرشح الدولة؟ تعليقك يا معالي النايب. وطبعا إحنا يعني تحياتي ليك الأول وللسادة الضيوف، واحنا طبعا كلنا كل النواب هي او كل المرشحين
هم مرشحين للشعب، فعلا مرشحين للمواطن، يعني اللي هيقدر يعرض نفسه بشكل جيد وهيقدر يوصل رسالته، هو ده اللي هيكون صاحب الرساله، هو اللي هيكون موجود في مجلس النواب. ويمكن الدوله في خلال الدوره الحاليه، يمكن احنا شايفين في القوائم عدد كبير جدا من الشباب والوجوه الجديده اللي موجوده، يعني ما فيش حكر على حد. انا ممكن لو حد بس الكنترول يوطي الصوت، لان الصوت الكنترول عالي جدا. تمام، طيب اتفضل مع النائب كده. تمام. فطبعا يعني انا اولا احنا شايفين النهارده زي ما انتم شايفين في القوائم الحزبيه، قائمه ائتلاف في القائمه الوطنيه فيها 16 حزب متحالف، تحالفوا جميعا على يعني بدل ما يبقى فيه مجموعه من الاحزاب كل حزب ينزل بقائمه، لا احنا عايزين يبقى الحياه السياسيه في مشاركه للجميع، في 16 حزب موجودين داخلين في ائتلاف داخل القائمه الوطنيه. المرشحين الفردي في مرشحين في بعض الدوائر فيها مرشحين لحزب مستوى الوطن، في دوائر ثانيه فيها مرشحين لحزب مستوى الوطن وحزب الشعب الجمهوري لحزب متحالف، وزي ما قلت لحضرتك داخل القائمه الوطنيه مجموعه من الاحزاب 16 حزب متحالفين، ومعاهم كمان انا بقول ان اهم من ده ان تشجيع الدوله للشباب. لو احنا دخلنا بصينا في القائمه الوطنيه هنلاقي اكثر من 60% من القائمه الوطنيه شباب وشابات، وجوه جديده موجوده في القائمه لاول مره للمشاركه في الحياه السياسيه، فاحنا شايفين قدامنا ان في توجه لتغيير شكل الحياه السياسيه وان تشجيع مشاركه الشباب بعد لوجودهم في البرلمان. ويمكن انا في الدوره اللي فاتت انا داخل البرلمان الدوره اللي فاتت وانا عمري 39 سنه يعني شباب، والنهارده احنا 44 سنه يعني ما زلنا في طور الشباب، وعندنا مجموعه معانا يعني مرشحين معانا في الحزب، يمكن معايا الدكتور محمد حسين حمامي رقم 2، ده مرشح شباب وعنده يمكن في اول مرحله الاربعينات، ومعايا النائب عبد الفتاح محمد، ومعايا النائب اشرف سردينا، يعني في خلطه اعملها يا معالي النائب. واحنا برضو معانا الاستاذ محمد السعداوي برضو من مرشحين الشباب برضو. طب شرفنا طبعا، احنا بنتمنى له التوفيق طبعا، وان شاء الله بالتوفيق يا استاذ محمد ليك ولنا وللجميع، يعني من اجل رفعه الوطن وتغيير شكل الحياه السياسيه في مصر ان شاء الله. طيب اشكر النائب والمرشح ابو العباس فرحات التركي، بس خلينا نتفق تماما طبعا مع الاستاذ محمد السعداوي، احنا بنتفق مع كل الكلام اللي قاله في بدايه الحديث بتاعه، ولكن نختلف ان الدوله في منأى وبعيده عن المال السياسي والكرتونه، ولكن من منطلق المهام اللي النائب بيقوم بيها داخل البرلمان، انا دايما بقول دايما في كل حواراتي مع النواب ان النائب تحت قبه البرلمان يمتلك اسلحه فتاكه، وهي معروفه تحت قبه البرلمان، طلب الاحاطه، البيان العاجل، الاستجواب، الاستبيان. تعليقك لاهم المهام البرلمانيه للنائب القادم. صحيح، خليني اجاوب على السؤال طبعا اللي طرحه محمد بيه، وهو ازاي ان الشخص يجمع بين الحاجتين، بين ان هو نائب وبين ان هو مرشح. خلينا نقول ان الماده الدستوريه كانت صريحه في هذا الموضوع، وقالت ان مده مجلس النواب. اقطع بس الحديث طبعا، اسف، اطلع فاصل ونرجع تاني. ماشي، رجعنا لكم بعد الفاصل، بس قبل ما اكمل حديثي مع الدكتور هشام فهمي، احنا طبعا نهنئ الشعب المصري باول استحقاق نيابي. شفنا امس طبعا الجلسه الاولى لمجلس الشيوخ، كل طبعا النواب ادوا اليمين الدستوريه. نبارك طبعا لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل الوطن، كما نبارك للدكتور المستشار بهاء الدين ابو شقه وكيل اول المجلس رئيس حزب الوفد، كما نبارك الى الاستاذ حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري وكيل ثاني المجلس. نعود مره اخرى الى الدكتور هشام، احنا كنا بنتكلم عن اهم المهام البرلمانيه للنائب القادم. اتفضل. صحيح. فبالنسبه للجزئيه طبعا يعني اللي كانت قبل صلاه الظهر،
ان الماده الدستوريه قالت والله ان مده مجلس النواب هي 5 سنوات. طبعا مجلس النواب انعقد في 10 يناير 2016 فالمفروض ان هو ينتهي مع 9 يناير 2016. لكن الاعراف خلي بالك سؤالك مشروع جدا لان انا يمكن الموضوع ده كتبت عنه مقال برضو. الاعراف بتقول والله الاعراف الدستوريه بتقول ان طالما الانتخابات بدات المفروض ان الناس حتى اللي نازله الانتخابات تاخد زي عمليه استيقاف لان هو فعليا انا من انصار عدم الجمع بين الاثنين، عدم الجمع بين الصفه النيابيه اللي هي بتخولك انك تدخل كل المصالح الحكوميه تمام ولذلك لو انت ملاحظ ان من فتره كان صدر منشور من دوله رئيس مجلس الوزراء بعدم التعامل مع المرشحين ويكون كل اجهزه الدوله على الحياد مع كل المرشحين تمام يمكن عشان خاطر الجزئيه دي لما تم اثارتها تمام ان هو ازاي يبقى نائب وازاي يبقى مرشح دي انا ميزه او درجه اعلى في نفس الوقت، انت طالما نازل انك ناوي انك انت تترشح يبقى حضرتك معلش في الكلمه وقف الميزه النيابيه اللي الشعب اديها لك عشان خاطر تبقى عندنا هنا قاعده المساواه بين الشخصين. طيب المهام البرلمانيه للنائب طبعا الموضوع ده خلي بالك يعني كبير وانا كاتب فيه كتاب اسمه المهام البرلمانيه للنائب هو عباره عن جزئين جزء رقابه وجزء وجزء تشريع وجزء تشريع. تمام المفروض ان في موضوع شهير برضو تمام اللي هو اسمه الثالوث البرلماني كان ده مقال كنت انا كاتبه اسمه الثالوث البرلماني انا بتكلم فيه عن الثلاث حاجات عن الرقابه وعن التشريع وعن الخدمات. في ظل عدم وجود المجالس الشعبيه المحليه النائب البرلماني ما زال هو مجبر على الخدمات في الشارع كل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده خدمات في ظل عدم وجود المجالس الشعبيه المحليه تمام احنا نتمنى ان تكون في 21 تمام النائب ملزم بهذا الكلام. لكن الاصل للنائب الاصل للنائب المفروض الشنطه بتاعت النائب تبقى جايه بحاجتين جايه برقابه وجايه بتشريع. التشريع اللي هو كل سن كل القوانين وخلي بالك موضوع التشريع ده موضوع مش سهل جدا لان التشريع تمام لما انت اتكلمت على نظريه الاصلاح التشريعي انا كتبت قبل كده 7 مقالات من 1 لغايه 7 بدات اول مقال ذلك ان اي اصلاح في المجتمع لابد ان يسبقه اصلاح تشريعي. انت عشان تعمل اصلاح اقتصاد اصلاح اجتماعي اصلاح ثقافي في اي مجال من المجالات لازم الاول تحط القانون اللي بيوضع القانون ده او اللي بيشرع القانون ده اللي هو سيادتك بقى اللي هو الراجل المنتخب. ولذلك انا من انصار ان الناس اللي تبقى على عتبه مجلس النواب او اللي تشاء لها الاقدار ان تدخل مجلس النواب يمتلك الخيال التشريعي يمتلك فن التشريع وده موضوع مش سهل لان احنا دايما بنقول ان القانون كائن حي. كائن حي يعني ايه؟ كائن حي يعني حضرتك يتولد زي الانسان كده ويعيش المتوسط 50 سنه لكن احنا دلوقتي بنشوف بعض القوانين بيتم تعديلها قبل ما اللائحة التنفيذية بتاعتها تصدر قبل 3 شهور بيتم تعديلها. كل هذه الأمور يعني إن شاء الله حتى بعد اجتماع المجلس هيكون طبعا فيها لقاءات كتيرة تفصيليا لأن دي موضوعات زي ما كان أمام مجلس نواب 15 تحديات وكان أول التحديات هو التحول الاقتصادي وده كان موضوع طبعا صعب جدا جدا ولذلك كنت أنا دايما أقول أن مجلس 15 محتاج أشخاص ذو مواصفات خاصة تمام. مجلس 20 برضه تمام فعليا احنا ما زلنا بقى في التحديات لان اصلا تحديات الطبيعه طبعا جائحه كورونا الوضع الاقليمي الوضع الاقتصادي الداخلي تمام ده برضه كله محتاج نواب خارج الصندوق. خارج الصندوق ليه؟ عشان خاطر يتعامل مع الدوائر بتاعتهم. خارج الصندوق في انا اسف يعني تمام في تعامله مع الشارع ويكون على اتصال مع الشارع لان كثيرا من الناس اللي بتنجح حتى بيبقى زيرو تواصل. ولذلك انا نصيحتي ليهم ان هو اهم حاجه ان المواطن ده يلاقي حد يكلمه تمام. طب الموظف طيب. الجهاز الاداري موظف الجهاز الاداري ممكن يبقى في مشكله في حديث لكن الدكتور هشام طبعا اسف للمقاطعه لا براحتك. معنا اتصال هاتفي الاستاذ محمود من البحيره مواطن. استاذ محمود خليل اتفضل. السلام عليكم. سلام الله وبركاته استاذ اسعد. اهلا استاذ محمود. الله يخليك برحب بحضرتك وكل الحاضرين مع حضرتك. الله يخليك يا فندم، اتفضل يا فندم. الله يكرمك، انا له تحياتي للاستاذ محمد السعداوي المرشح لاداره المنتزه. انا برحب بيه وبنأيدوه وبندعموه. شكرا لك. انه راجل مؤدب وراجل اخلاق وراجل خدوم جدا. ويعني هو الناس بتحبه عندنا وهو من ضمن الشباب الناضج. اللي ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام. بالاضافه لحضرتك انا بنطلب من حضرتك انا عندي اخ من ابطال اكتوبر اسمه الحاج سعيد خليل فتح الله البرهين. وابن عمه شهيد. فالحاج سعيد من بعد حرب اكتوبر
ما حدش كرمه ولا حد كلمه اطلاقا، هو بطل من ابطال اكتوبر. فانا بطلب من حضرتك توصل صوتنا للمسؤولين ان راجل من ابطال اكتوبر ومسن وراجل كبر، فمطلوب يكرم يعني، ويتعرف ان ده كان راجل من ابطال اكتوبر وكان من ضمن الاسرى، وكان راجل يعني من الناس العظماء. احنا كلنا بنحب الجيش بتاعنا، كلنا وطنيين، وعايزين انه برضه يبقى يعني ياخد تكريم كده وبتاع، والدوله تبص له يعني. تمام، اشكر استاذ محمود خليل. ابن عمه الشهيد محمد عطيه فتح الله البرهيم برضه من شهداء 73. فاحنا عندنا الاسره الحمد لله اسره وطنيه يعني. تمام، اشكر استاذ محمود خليل المواطن من البحيره، ونستغل طبعا من المكالمه بتاعته طبعا ان احنا نستغيث طبعا في الشاهدين بتوع ابطال حرب اكتوبر اللي ذكرهم طبعا المواطن محمود خليل، ان احنا نرفع الامر الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه، ونرفع الامر ايضا الى السيد الفريق اول محمد زكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحه، والى جمعيه قدامى المحاربين. ارجع للنائب المتوظف محمد السعداوي. كثيرا ما نرى في الشارع المصري وعقاويل كثيرة كل واحد يقول لك النائب القادم ده عنده برنامج انتخابي. تعليقك بقى للي بيقول على البرنامج الانتخابي بتاعي ويقول منشور قد كده وتعليمات قد كده، اتفضل يا استاذ محمد. اولا انا عندي برنامج الانتخابي بتاعي بيتكون من زيرو برنامج. تمام. انا كل منطقة لو كشفت على عدد السكان بتوعها هو ده البرنامج، لو كشفت عليهم ودخلتهم كل واحد مشكلة هتلاقي كل واحد عنده مرض. ففي هنا مشاكل شخصية كتير لو جمعتها هتلاقيها هي المشكلة، اللي عنده في الصحة واللي عنده في التعليم. سيبك من البطالة دي، مشكلة عامة هنحاول نتدخل فيها يعني، في محاولة. أما في حاجة تانية عشان الموضوع ما يتوهش مني، موضوع البطاله، بدل جبت البطاله، في حاجه اسمها الجماعه بتوع ال 5% دولت لازم الدوله ترعيهم. ذوي الاعاقه. قابلني ناس حاجه صعبه، ولا علاج ولا حد مراعيهم. تروح التامينات ممكن تلاقي واحد باخد 300 جنيه، ده في ناس فيهم بتاخد حقن ب 2000 جنيه في الشهر. احنا الشعب المصري هيمشي على تسول؟ ما احنا هنا، انا اقطعك في الكلام، احنا هنا الدولة لم تعلم ذلك، لكن ما على النائب القادم ان هو مسؤول. صح. بيوصل صوت بينات الناس الغلابة او صوت ذوي الاعاقة اللي بتقول عليهم دول للدولة، فده دورك القادم. عندي ملف كامل لذوي الاعاقة كامل، في رقم كبير، رقم فلكي. تمام. موجود قد كده. فانا البرنامج كل منطقة لها برنامج لوحده. ليه؟ لان المنتزه لها طبيعة خاصة بتجمع بين الصيادين والأرياف والمدينة، ولو دخلنا المدينة بتتقسم اتنين، بعدي السكة الحديد، قبل السكة الحديد ده مدينة متحضرين، الدنيا غير الدنيا، برجع قبل السكة الحديد منطقة شعبية. تمام. ده عايز برنامج، وده عايز برنامج، وده عايز برنامج. فأنا بشوف أمراض الناس دي كلها إيه واشتغل عليها. تمام. ففي واحد بروح يكشف بجنيه، وفي واحد بيروح مستشفى اكس بيكشف ب 1000 جنيه هو نفس الدكتور. يعني ملف البطاله وملف الصحه تعليم وملف الاستثمار يعني والتعليم ده اهم شيء. وفي ايه رؤيتك برضو؟ رؤيتي لازم يشتغلوا على التعليم والصحه. فابو قير في كميه من ان الولاد نقص معلمين، نقص مدارس. طب المشكله في ايه؟ موجود الدولة دلوقتي، أنا بعرف كم واحد دلوقتي دخل لي المدرسة السنة دي. تمام. بعد سنة ستة ببقى عارف أنا دخل لي 10 في سنة أولى ابتدائي. بتفضل ماشية المرحلة، المفروض وصلت سنة ستة ال10 دول يطلعوا 10، 9 واحد راسب، لا ممكن يطلعوا 6، يطلعوا 2. فين الولاد؟ طلعوا من المدرسة، راحوا فين؟ على البحر، صيادين. تمام؟ تمام. لازم يتعمل قانون للموضوع ده، لازم تتعلم. طيب. تعليم يبقى اجباري. طب وقطاع الصحه؟ عشان ارجع لهشام بيه اللي قاله في الاول، لازم يبقى الناس عندنا ناس مثقفه. تمام.
قطاع الصحة، كل الخدمات اللي ناقصة، نشوفوا ايه اللي ناقص. قانون برضه والزامي، فين الرقابة؟ زيرو رقابة. زيرو رقابة. انت ما انت بتشوف الناس في الشارع عاملة ازاي؟ ما هرجع اقول لك تاني، ده طلب حضرتك لما تبقى نائب ان انت تعمل طلب احاطه. هرجع مش هعمل، وتقول ان في نقص في الاطباء. قبل طلب الاحاطه لو هعمل قانون، لو التنميه المحليه موجوده هرجع بقى. لان انت بتتكلم صح، لازم القانون. انت كده وجودك في الشارع، انت كنت نائب خدمي، هتتحول، هتنزل الشارع برضه، هتعمل ايه؟ اللي هتشوفه بعينك هتعمل له قانون. صح. ما انت مش هتخدم. مش المحليات هتشتغل؟ انت اللي هتراقب عليهم. صح. صح كده؟ انت اللي هتراقب على الناس دي. مش هتسيب الناس للمحليات ياكلوهم. انت هتنزل لهم. ولازم المقرات، كل نائب عنده مقراته. والجهاز الاداري، رؤيتك لايه الجهاز الاداري؟ عندهم مشاكل برضو كتير. والله والمحليات برضو. المحليات الموضوع موضوع كبير. يعني زي ما حضرتك قلت، مش عايز حلقه، عايز 10. فاحنا لازم يبقى عندنا وجهات نظر وقانون يتعمل للناس دي عشان نعرف نعيش، يبقى في تواكب وما نمسكش ببعض زي بالبلدي كده، الشعب والدوله تمسك في بعضها من بعيد. لا، الدوله مالهاش دعوه، احنا نائب الشعب، كل حاجه نائب الشعب، كل حاجه هي نائب الشعب. تمام. الا اذا بقى كنا قفلنا البرلمان ده وخلاص. تمام. النقطه اللي اتكلم فيها الدكتور هشام فهمي، ده مهم جدا، ده مهم جدا، اللي هي المحليات. لا، نقف عند نقطه المحليات في حاجه. طبعا المشهد السياسي غابت عنه المحليات طبعا، لو تفتكر بداءا من، هنقول من اول 2015 او من قبل كده، يعني منذ اندلاع الثوره. ايوه، ده حقيقه، من 2015 وغياب نهائي للمحليات. طيب، اهم النقاط للمحليات القادمه من حيث الربط ما بين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب وما بين وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع المحافظ والمرافق والمحليات داخل الدولة. تعليق للدكتور. طبعا يعني انا اخد برضو من كلام محمد بيه ان الملفات فعليا ملفات تقيلة والمجتمع محمل، ويمكن احنا بعد يعني في ظل طبعا يعني التوجيهات كانت العليا لسيادة الرئيس والمشروعات طبعا اللي احنا شايفينها الكتيرة، لكن لما جت طبعا جائحة كورونا ففعليا اثرت على كل الناس. فبعد ما احنا كنا على بالظبط كده، تمام، بعد ما احنا كنا في مرتبه معينه طبعا متقدمه جدا، اصبح فعليا المواطن بيشتكي، وشكوه المواطن الدوله، يعني انا دايما بقول ان اليوم في الدوله يختلف عن يوم مع المواطن. يوم المواطن ده محتاج 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء. هنتكلم، هنرجع لراجل دوله حضرتك. لكن راجل دوله، لكن الدوله بالنسبه ليها ممكن اليوم يختلف عن يوم المواطن يعني. ولذلك يعني الواحد دايما بيبقى متضامن فعليا مع كل اصحاب المحلات، مع كل اصحاب المباني، مع كل حاجه، تمام. ولذلك حتى لما طلع قانون التصالح، وهو جزء منه، خلي بالك الجزء الاكبر منه 99% هو منه محليات، تمام، لان احنا لو عندنا المجالس الشعبيه المحليه كانت استطاعت ان تدرس الحاله دراسه طيبه، فتبقى زي الطبيب كده لما تعمل العمليه، تمام، تبقى ماسك مشره الجراح الشاطر. تمام. هذا الطبيب يديك في الاخر نتيجه كويسه، نتيجه اللي هو علاج المجتمع من المرض اللي هو موجود فيه. لكن عدم وجود المجالس الشعبيه المحليه، انا على ما اعتقد يمكن كل الازمات اللي سببها قانون التصالح هو سببها الرئيسي المجالس الشعبيه المحليه. واحنا لو كان موجود معانا مجالس شعبيه محليه، تمام، كان الضيق اللي حصل في المجتمع وهذا الكبت اللي حصل في المجتمع ما كناش هنلاقيه، لان فعليا كان كل مجلس وحده قرويه، كل مجلس مدينه، كل مجلس حي، كل مجلس مركز، كل مجلس محافظه، تمام، هيقدم الروشته طبقا للمرض اللي عنده. مش هنقول والله ان احنا ادي روشته عندنا وتطبق على كل. طب مين قال ان اسكندريه زي سوهاج زي اسيوط؟ مين قال ان جاردن سيتي ذات نفسها زي ده؟ انا بقول حتى الكلام ده للنواب، بقول ان انت عندك الثلاثه اللي هو الرقابه والتشريع والخدمات، ممكن تلاقي النائب بتاع مصر الجديده الخدمات عنده زيرو، لان انا اسف كلهم بهوات، محدش عايز منهم حاجه. صح. تمام. فلازم انت يا ناخب، انت وبتختار، تختار فيه الرقابه والتشريع، ما تختارش فيه الخدمات. تيجي بقى عندكم مثلا في اسكندريه، معلش لازم الراجل يبقى، انا اسف يعني 70-80% خدمات. لا، انا اسف. في ظل عدم وجود، يبقى انت ما تجيش تقول له والله تمام المنسوب بتاع الرقابه والتشريع، لا انا ما بمنعوش ابدا، لكن هو بيقل وبيزيد على حسب المكان اللي انت موجود فيه. لو انت موجود في مكان متمدين
وهذا المكان خلاص هو يعني خدماته عامله زي الترس كده، الخدمات كلها موجوده وانت مش محتاج لخدمات زي بالظبط كده تمام، زي المكان. لكن في بعض انا مش هقدر اجبر المواطن تمام في عدم وجود. يعني احنا بنقول ان احنا من 2011 لم يتم اجراء انتخابات محليات مع وجود حتى القانون رقم 113 سنه 2011 اللي هو صرح وتم عرض المشروع على مجلس النواب اكثر من مره. خلي بالك انت فكرتني بالحته دي، هو القانون دلوقتي موجود يعني وجاهز وكل حاجه، يمكن انا كنت اشتركت فتره كبيره قوي في مجلس النواب كمستشار للجنه الاداره المحليه مع الدكتور المحترم احمد السجيني، وفعليا القانون جاهز، قانون الاداره المحليه، وانا كاتب كتاب اسمه الشباب والمحليه صناعه امل، ملخص فيه كل الموضوع بتاع الاداره المحليه تمام، سواء ما يخص الاداره التنفيذيه او ما يخص الاداره المجالس الشعبيه المحليه. القانون ده بقى مسؤوليتكم انتوا، يعني مسؤوليتكم ان انتوا تدخلوا طبعا البرلمان وتعجلوا بهذا الموضوع، لانه اصبح ملح للشارع، ملح للشارع في كثير من لا، وعضو المجلس المحلي ليه دور كبير. ايوه استجواب المحافظ له رقابه. ده خلي بالك، طب كويس ان انت يعني خلي بالك لفظ الاستجواب ده بالتحديد، احنا عندنا في سبع ادوات رقابه، لعضو مجلس النواب لعضو مجلس النواب. مجلس الشيوخ ملهوش غير ست ادوات رقابه بس فقط، مجلس الشيوخ منزوع منه الاستجواب، وبالتالي لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ ان هو يعمل استجواب للوزير، وبالتالي الحكومه غير مسؤوله. الدستور بيقول كده، بيقول الحكومه غير مسؤوله امام مجلس الشيوخ. لكن مجلس النواب طبعا ده هو يعني الرئيسي. المعلومه اللي عايز اقولها ان مجلس المحافظين، مجلس المحلي للمحافظه ده موجود في الاستجواب، وده خلي بالك اداه خطيره. يعني هذه الاداه تمام تم ادخالها في تعديلات 2014 في الماده 180 تمام، لما وضعت الادوات الرقابيه وقالت من حق مجلس المحافظه ان يكون اداه الاستجواب، وبالتالي مجلس المحافظه يعني لازم في ليه حق استجواب اي قياده داخل المحافظه، بدايه من وكيل وزاره ومدير عام حتى لغايه المحافظه يعني. فهو طبعا يعني اللي انا عايز اقوله في هذا الوقت اني، وده طبعا رساله للساده الناخبين، ان فعليا كلمه صوتك امانه دي مش كلمه سهله، صوتك امانه اعطيه لمن يستحق، الحد الادنى ليك، ان كل الناس دلوقتي يعني السيره الذاتيه بتاعتها معلومه، ومن غير السيره الذاتيه بتاعتها معلومه، انت لو اتصلت بس بالتليفون وقلت فلان الفلاني مين تمام كواحد من ال100 مرشح تمام، هيجيب لك السيره بتاعته كله، وهو ثم انت ذات نفس الشارع ذات نفسه بيحكم. يعني انت ممكن كان في وقت من الاوقات كنا بنعمل لقاءات مع الشباب، ففي مره كان في شاب كده ما شاء الله مقدم سي في حوالي مثلا بتاع 20 ورقه وهو عنده 30 سنه، فقلت ما شاء الله سيره ذاتيه تمام 20 ورقه وانت عندك 30 سنه، يعني ده الواحد يعني السيره الذاتيه اربع خمس ورقات ويعني دخل على 40 تمام، وقول الوقت يعني. فبساله بقول له فلقيته فعليا كاتب حاجات حتى المؤتمرات اللي حضرها هو كاتبها. انا مش انك انت تروح تحضر مؤتمر تكتبها لي في السيره الذاتيه، السيره الذاتيه دي معروفه تمام، انت مين، مؤهلاتك ايه، خبرتك العمليه ايه، ايه النشاط بتاعك، هو ده اللي انا اقدر احكم بيه من خلالك. لكن انت برضو تمام كمرشح ولازم معلش تختصر سيرتك الذاتيه، انت كناخب لازم تقرا السيره الذاتيه قرايه جيده، والاهم من السيره الذاتيه هي التواصل المباشر. اقعد مع الناخب يا ايها المرشح عشان في الاخر يبقى صوتك امانه، تديه لان دي الامانه ربنا يحاسبك عليها. طيب عايز بس اقول بس نداء عاجل واستغاثه طبعا الشعب الليبي والشعب المصري، طبعا في مصريين مقيمين في ليبيا ومصريين مقيمين ليبيين مقيمين في مصر، في نداء عاجل الى كل احرار وشرفاء مصر العروبة، الى كل عمد ومشايخ وحكماء مرسى مطروح الكرام المحترمين، الى محافظ مطروح السيد اللواء اركان حرب خالد شعيب بخصوص منفذ السلوم البري، اخوانكم وجيرانكم واهلكم في ليبيا يتعرضون الى كثير من المشاكل، سواء المسافرين الى جمهوريه مصر العربيه والمغادرين منها لغرض العلاج خاصه او لزياره الاقارب والاصدقاء، يتعرضون لمشاكل من رجال الجوازات بمنفذ السلوم البري بتدخل ضابط الجوازات داخل المكتب ويقفل يعني الباب لمده لا تقل عن 5 ساعات وتعطيل اجراءات باليوم وبالساعات وطول الانتظار، وخاصه كبار السن ومنهم المريض ومنهم النساء والاطفال، استغاثه طبعا لرفع تلك المعاناه طبعا عن المغادرين والدخول الى مصر من خلال الليبيين. في نهايه اللقاء طبعا اشكر الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الاسبق، واشكر النائب محمد احمد السعداوي، شكرا والى لقاء اخر، سلام الله عليكم. شكرا لك. شكرا لك.